واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، حيث استشهد وأصيب العشرات معظمهم من الأطفال والنساء جراء استهداف الغارات منازل في بلدة ومخيم جبلية وخان يونس ووسط القطاع وجنوب رفح. وتزامنت الغارات مع قصف مدفعي عنيف على عدد من مناطق قطاع غزة، من بينها أحياء التفاح ودرج والشجاعية. هذا وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال تحاصر مركز إسعاف في الهلال الأحمر في جبلية شمال القطاع من جميع الاتجاهات، مشيرا إلى وجود 127 شخصا من بينهم عاملون ونازحون ومصابون داخل المركز. وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 19,650 شهيدا، بالإضافة إلى نحو 52,600 جريح والألاف من المفقودين في حصيلة غير نهائية.